جيل الثمانينات والتسعينات كله يعرف دكتور حامد جوهر من برنامج عالم البحار اللي كان بيتذاع كل يوم جمعة لمدة 18 سنة. لكن هل تعرف أنه لقب بملك البحر الأحمر؟ وأنه محرك البحث جوجل بيحتفل بعيد ميلاده يوم 15 نوفمبر 1907 لأنه بيعتبر من أهم علماء المحيطات عالمياً. دكتور حامد جوهر الأب الروحي لمجال علوم البحار في مصر. وعندنا هنا لوحة موجودة في الاستراحة بتاعة جوهر، أنا بعتبرها لوحة الشرف لكل من يعمل في مجال علوم البحار في مصر، لأن هي مكتوب عليها دكتور حامد إيه جوهر كينج أوف ذا ريد سي. كينج أوف ذا ريد سي اللي هو ملك البحر الأحمر. أول عالم مصري جاء واستقر هنا كان دكتور حامد جوهر. الراجل كان دكتور في جامعة القاهرة وجاء وهب حياته للبحث العلمي هنا في المنطقة دي واستقر هنا، وبدأ يجمع العينات البحرية الموجودة المتاحة اللي كان على رأسها ومن أشهرها عروس البحر، والموجود ليه محنطات هنا في المتحف. بدأ يعرف كل الكائنات الموجودة في البيئة البحرية الموجودة عندنا ويحتفظ بعينات منها للأجيال الجاية عشان تتعرف عليها للدراسة وللعلم. من رواد علوم البحار على مستوى العالم، يعني حضرتك لو رحت زرتي أي مكان في محطة علوم بحار في اليابان، في كندا، أنا رحت فنلندا زمان في التسعينات ودونا محطة علوم بحار في جنوب فنلندا، فلقيت رصين صور لعلماء البحار على مستوى العالم فيهم صورة حامد جوهر. الراجل لما دخلت الفنلندي بيقول لي، قلت له أنا في المكان اللي أسسه حامد جوهر. من سنة 1934 والمدة 40 سنة حامد جوهر كان رئيس المحطة البحثية المعروفة حالياً باسم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر، وأنشأ متحف للأحياء المائية تابع للمحطة. وبعد رحيله في 17 يونيو 92 قامت المحطة بتحويل استراحته على البحر الأحمر لمتحف يخلد ذكراه. المعهد ده طبعاً بعد كده بدأ يبقى فيه عدد كبير جداً من الباحثين المتخصصين في مجالات مختلفة، حالياً بيضم العديد من الأقسام زي شعبة البيئة البحرية، زي دراسة المية، دراسة التربة، دراسة الكائنات زي الطحالب البحرية والحشائش البحرية وغيرها من الكائنات. كله كائنات حقيقية وبتخضع لنظام التحنيط اللي كان فيه نظام قديم زمان، إن العينة لما بتيجي بتتاخد مقاساتها بتتصور عشان نعرف الألوان الرئيسية بتاعتها، بعد كده بنفرغ العينة من اللحم والأحشاء الداخلية والعظام قدر المستطاع ما عدا الجمجمة، وبيبدأ الفني المتخصص في التحنيط بيعمل ماكيت من الجبس. فبعض الأحيان لما تكون عينة كبيرة بيبقى مدعم بالأسياخ الحديدية، وبيبدأ يغطي الجلد بعد ما بيتم دبغه، بيغطي للماكيت ده ويبدأ يخيط من النقطة العمية تبدأ تاخد الألوان بتاعتها. إضافات دكتور حامد جوهر العلمية أثرت الثقافة البشرية، وده بيضعه في قائمة الشخصيات المصرية المتميزة. أنا دينا أبو الفضل الجندي، وهي دي الحكاية مع عمرو أديب، MBC مصر.